لنار تغادر بركانها أنتمي، والمياه التي تحتمي من مصباتها بالطمي، ثم من غيهب قطرة قطرة ترتمي حد خلجانها لا يواكبها في النزيف دمي. فبعيد المسافة وقت جديد ولون المواعيد في الرائحة، إذ تشاكس إذ لا تميل مع الكفة الراجحة، حين يلغي النشيد حدود فمي وتغني الحبيبة في مأتمي، فافهمي شفرة اللحظة الجارحة مثلما كنت في البارحة ملح جرح على المعصم، واهزمي شبهة الوقت والموسم في تفاصيلنا الجارحة. مرة سألتني صديقة: لماذا لا يقول الشاعر كلاما واضحا؟ وأردف آخر: في القصيدة الأخيرة بدأت بضمير المتكلم أنا وواصلت بضمير المخاطب هم، ثم ختمت بضمير المتكلم نحن، هذا إرباك ما بعده إرباك. وأكمل ثالث: هل تكتبون للتعبير عن انفعالاتكم أم للتعبير عن آمال وآلام الناس؟ ثم لماذا تكتبون في الأساس؟ حسنا، هذه التساؤلات وغيرها من الآراء والمداخلات يمكنكم مناقشتها والتداول حولها داخل قاعات كارنفال إريتريا 2017 في اسطنبول. ليس معي أنا فقط محمد محمود الشيخ مدني، بل أيضا مع كوكبة نيرة من المبدعات والمبدعين الإريتريين، روائيين، تشكيليين، شعراء، إعلاميين، أكاديميين ونقاد، من 5 وحتى 8 يوليو المقبل. وإلى أن نلتقي هناك، كونوا بخير.